أن أهمية هذه الانتخابات هي الوصول إلى المواطن حيثما كان في كل بقعة من ربوع وطننا الواسعة والشاسعة. لم تكن العملية سهلة لأنها تطلبت جهدا كبيرا في انتقال شبكة التجمع الوطني الديمقراطي والمساندين لي والمتعاطفين معي في كل مكان، انتقلوا ليقنعوا المواطنين حيثما كانوا بضرورة أولا المشاركة في الانتخابات والمشاركة بقوة، لأنها انتخابات مصيرية، لأن هذه الانتخابات يتوقف عليها تكريس الإرادة الشعبية وانتخاب رئيس جمهورية بطريقة ديمقراطية شفافة ونزيهة.